رجعنا لكم من جديد في زون ميكس، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. في الأيامات الأخرين طلعوا بعض الكلمات حول إحالة بعض المسؤولين من النادي الإفريقي، سواء من الهيئة الحالية أو من الهيئات السابقين، على لجنة مكافحة الفساد اللي يقودها العميد شوقي طبيب. من أسماء هذوما الرئيس السابق للنادي الإفريقي مروان حمودي، موجود معنا بالتليفون لتوضيح الحكاية هذه. سي مروان، مرحبا بك. مرحبا سلام، ومرحبا بمستمعين إذاعة إكسبريس إف إم. اخويا شنو الحكاية؟ والله كيفك انت، مانيش عارفين شنو الحكاية. اتصلت بك بديك قلت لي مو صحيح ظهر لي. ما مو صحيح، لا فما صحيح فما مو صحيح. كل ما في الموضوع انه صحيح، فما اعضاء خدموا في الهيئة التسييرية ولا في خدموا في الهيئة السابقة نتاع السي مريحي اللي تم الاستيناء عليهم، فهمني الموضوع هذا، وقاموا وعطاوا المعلومات اللازمة يعني في خصوص الفترة نتاع التسيير كان ولا الفترة السابقة اللي خدموا فيها مع هيئة الإمارات. فيما يخص موضوعي أنا إلى يومنا هذا لا جاني استدعاء لا كتابي ولا عبر التليفون اتصلوا بي باش نعطي أقوالي في الموضوع هذا. كاو دونك كيف ما الناس الكل شفت في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الراديو لي باج نتاعهم كوم كوا فما تسعة احالات، احنا توا حتى اليومين هذا ما عندنا حتى معلومه صحيحه. دار انا ماذا بيا كان فما ناطق رسمي في هيئه مكافحه الفساد يخرج يوضح، باش يكون معنا بعد شويه بالتليفون. ولا خاطر مش معقول فما عباد يجدوا اساميهم هكاك معناتها من غير واحد، دونك ماذا بينا يوضحونا الحكايه هذه. وباش نرجعوا للموضوع هذايا في حد ذاته، باش نحكي على الفترة نتاعنا نحن، خاطر قالوا فما شكون قال اللي التقرير المالي ما قدمناهش. نحب نذكر اللي واحنا كنا دعينا في برشا مرات انه الموضوع هذا يتحط على الطاولة، انه احنا في جلسة تحضير في جلسة تحضير الانتخابات في الجامعة كان فما تعهد من الفائز في القائمات الزوز انه يقوم جلسة تقييمية في ظرف شهر بعد الانتخابات. واللي التقرير نتاعنا كان حاضر نهار الانتخابات، وطلبنا انه يتوزع على المنخرطين، وكانت معناتها على امور لوجستيه وكل شيء، معناتها كان تم منعنا من تسليم التقرير المالي. انا شفته راهو، نتفكر شفت نسخه منه. انا موجود، انا موجود، فما شكون حتى تحصل عليه، فهمتني. نحب نقول اللي التقرير المالي هذا على عكس الهيئات اللي جات من فترة سي كمال يدير، قام به مراقب حسابات معناها محايد، اللي هو منتخب من جلسة 12 نوفمبر 2018. دونك ما هوش عبد معناها كلفناه نحن ولا ميسيون ولا حاجة، معناها إنسان محايد، معناها محايد ما فهمش لا محايد لحد شيء معناها ولا معناها. وفي الاخر نحب نقول حاجه اخرى اللي هي تريز امبورطون، شفت احنا شكون اللي حل ملفات الفساد اول واحد في الحكايه هذه وفي النادي الافريقي؟ ما هي الهيئه التسييريه ولا في القضيه اللي رفعتوها بسليم الرياحي هكا؟ ولا والهيئه التسييريه ما جاتش هي نصبت روحها كحاكم. الهيئه التسييريه المراقب الحسابات هو بيدو السيد هذا، هو اللي عمل التقارير وهو اللي عرضها على جلسه عامه، والمنخرطين هما اللي طلبوا باش تعدى للقضاء. فهمت؟ بالضبط. دونك معناتها فما امور تنظيميه وفما امور قانونيه لازم الناس الكل تحترمها. من عكس نتصورك عملت اتصالاتك انت سي مروان، اسكو باش يعيطوا لكم معناها مستقبلا، ولا فما اسمك ما تروح، ولا ما عرفتش شنو بالضبط؟ عندك معلومه ولا لا؟ والله لا ما عنديش المعلومه. كما قلت لك معناها من هذا ما لا استدعاوني كسوا لا باري كري لا كلموني في التليفون. بالنسبه اللي قلت لك فما بعض الاعضاء اللي مشاو سمعوهم وكاهو ذاك هو ما اكثرش من هكا. واضح. شكرا لك سي مروان، يعطيك الصحة. دونك ماذا بينا يوضحونا، انت قلت لي فما لكم شي دخل. اي باش يكون معنا بعد شوية شكون من هيئة مكافحة الفساد باش يعطينا شوية توضيحات على الحكاية. خليني نوضح الأمور الرأي العام الكل، خاطر خلي الناس الكل عطى لخبطة كبيرة ومش واضحة العملية. دونك ندعوك أنت وبقية السادة المستمعين باش يبقوا يسمعوا معنا لآخر الحصة نتاع زون ميكس اليوم حتى الخمسة نتاع العشية. بعد شوية يكون واحد اسم آخر مذكور في المجبود اسمه في الحاجة نتاع هيئة مكافحة الفساد، مكرم العبدوقي المسير السابق في النادي الإفريقي. موزيكا ثم راجعين.